أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه. الوحدة الخامسة عشرة، قسم الكلام، التدريب الأول. نجري حوارا كما في المثال. المثال: بما تشعر؟ ترجمي دلنازة. بما تشعر؟ لما نخسق اليابسان. أشعر بألم في صدري. وبما تشعر أنت؟ مشتري. ترجمي. كوكريك خفاسم ده أغرق نخص قليبا وسيز ما نخص قليبسكس. أحسنت. أشعر بألم في أسناني. شلارم ده أغرق نخص قليبمان. نعم، يعني أولا إحداكن تسأل بما تشعر، هذا السؤال لا يتغير، وأخرى تجيب أشعر بألم في كذا. وبما تشعر أنت، هذا السؤال أيضا يتكرر ولا يتغير، وثانية تجيب أشعر بألم في كذا. هكذا هي. ابدأنا. من أستاذك؟ ابدأي أنت دلنازة. بما تشعري؟ بما تشعرين؟ بما تشعرين يا مشتري؟ أشعر بألم في أذني. في أذني. أذني. وبما تشعرين أنت؟ أشعر بألم في حنجرتي. نترجم. كلهم نوع نخص خلاب مان فاسز ما نخص خلاب سيس أمين بوين مدوغ رخص خلاب مان إيه تماغ مده تماغ هل قم بلا ده مستش شنو؟ تماغ دورة مص سيس ما نخص خلاب سيس بما تش ما إيتيم هل قم مده ديان نانكين يو أنو جي أنا قصورو ده سيس هل قم مده ديز يخش جيد. الآن ابدأي أنت مشتري وأنت تجيبين دلنا. بما تشعرين أنت؟ أساس ما نخلي أبسس. أشعر بألم في قلبي. اسألي دلنا ستكرر. وبما تشعرين أنت؟ أشعر بألم في أنفي. ترجمنا. يوريجيم ده أغرق سقل يابان بس ما نخسقل يابسس برنم ده أغرق نخسقل يابان. جيد. الصور الباقية نكمل في البيت. جيد. تمام. التدريب الثاني. المثال: بما تشعر؟ سؤال: بما تشعر يتكرر. أشعر بألم شديد. هنا يوجد كلمة شديد، ليس فقط ألم. ألم شديد في كذا كذا. بعد ذلك شفاك الله، شكرا لك. هكذا لا يتغير. نجري حوارا. نعم، هذا الكلام شفاك الله وجوابه شكرا لك لا يتغير. ابدأي دلنازة. بما تشعرين؟ أجيبي مشتري. أشعر بألم شديد في قلبي. شفاك الله. نعم، شفاك الله. شكرا لك. أحسنت. الآن أنت اسألي مشتري ودلنازة تجيب. بما تشعرين؟ أشعر بألم شديد في أسناني. شفاك الله.
شفاك الله. الله شفاك الله. شكرا لك. جيد، هل يمكننا أن نكمل الصور الباقية كما في المثال؟ نكتب نعم. سؤالا وجوابا، سؤال والجواب. التدريب الثالث، أيضا نجري حوار كما في المثال. هل قابلت الطبيبة؟ هذا السؤال لا يتغير، والجواب نعم، وفحص القلب. نعم وفحص القلب. ما النتيجة؟ هذا السؤال أيضا لا يتغير. القلب سليم والحمد لله. هل هذا واضح؟ نعم نعم جيد، ابدأي أنت دلنوزة اسألي. هل قابلت بس نعم نعم هل قابلت الطبيبة؟ هل قابلت الطبيبة؟ نعم. ترجمي السؤال دلنوزة، ترجمي السؤال. شفاكر بلا تشرشتيزما يعني قبول دبولديزما. نعم وفحص الأنف خاف و برونك شردة. من نتيجة يعني نتيجة سخنة قبول ده نتيجة سلمة بولد نتيجة ما تسعين مولاد نتيجة سلمة. الألف سليم والحمد لله. ترجمي. برون صغلام الحمد لله. جيد، الآن اسألي أنت مشتري. خلق بلد الطبيبة شكر يوشتزم. نعم وفحص الصدر وفحص الصدر فحص الصدر. صدر مفعول به. ها بل بل ها كوكراك تكشر ده. ما النتيجة؟ نتيجة نما. الصدر سليم والحمد لله. يعني كوكراك خفز صغلم الله كشكر. جيد، والصور الباقية نجري حسب سؤالا والجوابا، نكتب سؤال والجواب حسب الصور الباقية في البيت. التدريب الرابع، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال، بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في كذا. والجواب، هل لديك موعد مع الطبيب؟ لا يتغير. السؤال، نعم هذا السؤال لا يتغير، نكتب كما هو. والجواب نعم، موعدي الساعة كذا. هكذا نجري الحوار، نجري الحوار. نبدأ، اسألي دلنوزة. بما تشعرين؟ لما نقص قليبسس أشعر بألم شديد في أسناني. ترجمي. لقد تغرق نقص قليبسس. هل لديك موعد مع الطبيب؟ هل لديك؟ هل لديك؟ نعم. هل لديك موعد مع الطبيب؟ أشفاكر بلا تشلاش ميز بارما. نعم موعد الساعة السابعة خا وترشوم يتصاد يتدى. جيد، الآن اسألي أنت مشتري. بما تشعرين؟ ما نخص لابسس. أشعر بألم شديد في أنفي برنم دقة أغرق نخص خليبمان. هل لديك موعد مع الطبيب؟ شفكر بلا مشاشر من جزبار. نعم موعدي الساعة الواحدة. موعدي الساعة. موعدي الساعة الواحدة. ها صوت برد اشرش ومر. اشرش وم صوت برد. جيد. والصور الباقية نكمل في البيت. نكتب السؤال والجواب لكل صورة حسب الصور. نستفيد بالصور.
التدريب الخامس، أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور. رسمنا قراب صورلجي جواب برسلة. السؤال الأول، اقرأي دلنازل. ماذا يأكل بدر؟ بدر ما يبدأ يأكل بدر الطعام. إيه بتشيني مستس ك ك ك الخبز دسيجام ولادة. خبز بدر. يأكل بدر الخبز. السؤال الثاني، أجيبي مشتري. بما تشعر بدر؟ تشعر بما بدر بما يشعر تشعر للمؤنث. يشعر بدر بألم في أسنان أسنانه. في الأسنان. البلاي ترمز تشعر غنقص قليل تبين بولد دمي. يشعر بدر الألم في الأسنان أو يشعر الألم في الأسنان. فايله هو بوب اتشتتروان. السؤال الثالث، أجيبي دلنازل. أين بدر؟ بدر قير ده. بدر في الغرفة. في الغرفة دي. أنا ده. نادر خوندة. السؤال الرابع، مشتري. ماذا يفعل طبيب الأسنان؟ تشتوخ ترن مقلبت. يفحص 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 الأسنان. أي يفحص الأسنان. يفحص طبيب الأسنان الأسنان. سيزام ولاد فايل نيت. كرري الجواب كيف تجيبين. يفحص طبيب الأسنان الأسنان. نعم جيد. سؤال تالي النوزة. أين بدرون الآن؟ بدرون هذا خير ده. أستاذ شو فقه نعم أبو؟ في أوفيس مو؟ شركة يوشوت أوفيس شركة؟ فيرما. بدرون الآن في الشركة. سؤال أخير مشتري. كيف بدرون الآن؟ بدرون طيب الآن. نعم كله بتربط السينما بولاد استاذ يضحك الآن. يضحك الآن. ها التدريب السادس، عبر عن الصور مستعينا بالكلمات كما في المثال. مثلا يعني كل واحدة منكن الآن تنشئ نصا صغيرا مستعينا بالصورة. مثلا في الصورة عندنا اسم خالد وأنف، عضو من الجسم أنف. شعر كذا فلان بألم شديد في كذا في أعضائه كذا، فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب، فحصه الطبيب، الحمد لله هو بخير. هذه الجمل كلها ماذا؟ لا يتغير. لا تتغير. نعم لا الجمل تتغير. جمل مؤنث صح. demek bu da mana bizdeki isim bergen ve azanı bergen tana azasını bergen şa'ra his qildi falonca bi alamin shadidin fi udvihi kaza falon azosida qattiq og'riq his qildi fa zahaba ila al mustashfa shifoxonaga bordi va qobil al tabib shifokorga uchradi fa hasot tabibu doktor ko'rib chiqdi alhamdulillah huwa bi khair. Allohga shukr, hozir u yaxshi. Qolgan gaplar hammasi o'zgarmaydi, shunda turaveradi. Etasizlar, demak. Ibda'i Dilnoza. Sha'ara Sa'id bi alamin shadid fi udhunihi fa dhahaba ila al mustashfa wa qabala al tabiba fahasahu al tabibu alhamdulillah huwa bi khair. Jayyid. Ma'na wadih. أنا ترجمنا لذلك لا نترجم مرة ثانية. حان دورك مشتري إنشائي نصا عن فارس. شعر فارس بألم شديد في رأسه فذهب إلى المستشفى. فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب
فحص فحصه الطبيب. فحصه الطبيب، الحمد لله هو بخير. جيد. هل يمكنكن أن تكملن أن تنشئن أن تنشأن النصوص الصغيرة حسب الصور الباقية؟ نعم. لا فاق. قسم القراءة، التدريب الأول، صل بين العبارة والحوار المناسب. هنا أيضا نقرأ فقرات صغيرة، ويجب علينا أن نصل بين الفقرة والحوار المناسب. وده ما تلنا بيرليا ما تلنا قب وش ما تلنا جماس ديالوج ستريلك قلب بغلب شخش مسكريك. الناس الفقرة الأولى اقرأي بالنازة وترجمي. ذهب صالح إلى المستشفى. صالح كسل خانجة باردة، هو يشعر بألم شديد في أسنانه. أود شاردة قد تقارغ ناقص قلدة يشعر صحيحات ناقص قل يبتا شان ده حرف با تركي وقتا ما أنت أقيم أستاذ مريم. نعم اقرأي وترجمي. لماذا ذهبت إلى المستشفى؟ نمو تشنش فخانة جباردي ذهبت. لماذا ذهبت إلى المستشفى؟ نموتشون شفاخانة جباردي لمقابلة طبيب الأسنان. تشفى كارجة كورنشوتون. لماذا نموتشون أشعر بألم شديد في أسناني؟ تونكي تشم ده قد تغارق نقص قليات مان تشلارم ده. صحيح. الفقرة الثانية اقرأي مشتري. بدر يقابل طبيب الأسنان، يقابل يقابل طبيب الأنف والأذن والحنجرة، هو يشعر بألم شديد في أنفه في أذنه في أذنه. حرف جيم. ترجمي الفقرة مشتري. بدر لور بلا أتراشته و برندة يو قلاغ ده قطع نخس قل خس قلعت. أيو حوار ماذا قلت؟ حوار الجيم. ترجمي اقرأي الحوار وترجمي. لا أين تسخبو قيرجة باردينجس كتابس كتابس. أذهب إلى طبيب الأنف والأذن. طبيب الأنف والأذن. طبيب الأنف والأذن. انظر كتاب من. لماذا نجا أشعر بألم شديد في أذني؟ لقد طاق نقص خلاب من. جيد. الفقرة الثالثة. بدر قلبه سليم. بدر نيقا يريج يخشى يعني صغلم، وعنده ارتفاع قليل في الضغط والسكري. باوندا ازغنا اونين داملي ناس و سخر نگاش كان شنو خدم استاس وش واحد بعد ايش كنت تسمع درس ثينكينج ابلشن جيم دور ددم نما ما روجني يوق ما روجني يوق كيما كيما ديمتريلا. قلبه سليم وعنده ارتفاع جنون في الضغط والسكري. ها دابلين يا سوا ساخر واش كان خط حرف ألف. هل قابلت الطبيبة يعني تابيب كي كورندينجز ما اي تابيب خزور دامسس شنو خامل ده تشرادين ما تابيب كي كورندينجز تابيب كي تشرادين ها نعم ها القلب سليم والحمد لله. يريك يا شيخ الله كشكر. هناك ارتفاع قليل بيرداز جينا قام باسم اشكان في ضغطي بيرد دميمس از قان باسم و قند كسالة اشكان از جينا اشكان ديمس بيرد ها بال بال هناك بار ديگانه دي يعني اشش قان باسم اش و سخر اش بار نقبوب ده ديگان معنو ها ها بال واضح نعم. دخلت آزادة لذلك الفقرة الرابعة تقرأ آزادة. آزادة
Sizlar ro'za tutmadinglarmi? Kim ustoz? Bolalarim kim bo'lardi? Ha, bizga ketmasindim. Yo'q. Har sob yeyotdi shunga. Bularga hali kichkina o'zi farz emas, lekin babur tutishyapti dedi. Hop, Ozoda. Ahlan va sahlan biki. Limaza ta'khartas? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Limaza ta'khartas? ما سبب تأخيرك؟ ليش خبت تذكر من؟ تمام، اقرأ الفقرة الرابعة. اقرأي. طلب الطبيب من بدر ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات. شفاكر بدردان ممارسة الرياضة سبورت بلا شغل لناش وتناول ميوالار وسبزوات لنيشنا طلب خلدة نعم أي حوار يناسب لهذه الفكرة دال صحيح اقرأ الحوار دال وترجمي كيف ذهبت إلى المستشفى؟ ترجمة بالإسعاف شفاخانه قنده باردين تجاردن بلن باردن نعم بما نصحك الطبيب نما نصحة شفاكر نما نصحة خده نصحني بتناول الفواكه وممارسة الرياضة میوه‌لر و سپورت بلند شغلانشتن مینگه نصیحت خلده میوه یکیش ورست سپورت بلند شغلانشتن نصیحت خلده یخشه التدریب الثانی نقرأ الفقره بعد ذلك نجیب للأسئله نقرأ بجملتین جمله اولا ثانیه اقرأی ابدأی دلنازه شتكتة تغيب عمر وأخته فاطمة عن الدراسة هذا الأسبوع ها بخفتة درست فاطمة يق عمر وأونيك أبتشاس فاطمة كما ده ودرست يعني يوبولد يعني عمر شعر عمر شعر بصداع شديد عمر صداع نمد استاذ اغرق ريستو عمر قطق اغرق نقص قلده وألم في أسنانه وتشلر ده اغرق بار ذهب إلى الطبيب الأسنان قطق اغرق وتشعر نقص قلده التغارق والتشعر ونقص قلدة ذهب إلى طبيب الأسنان صباح يوم السبت يوم السبت صباح يوم السبت إضافة بواتكينك شاند الشامبو كنا تشفى كارانين خزوريجي باردة إرتلاب شامبو كنا إرتلاب صباح إرتلاب تشفى كارانين خزوريجي باردة نعم اقرأي مشتري حتى هنا حتى هنا درجة حرارته مرتفعة فخس الطبيب أسنانه ونفخه بالراحة 5 أيام ونفخه أيضا بتناول الدواء بعد 5 أيام ذهب عمر إلى المدرسة. ترجمي. جرادوس تان حرارة يخشى. مرتفعة كتر الجان درجة حرارته ونين حرارة كتر الجان. حرارة كتر الجان. شفاكار من تكشرب ونجا بيش كون دمالشنا نسيحة خلاه و دارلار ایشتی نصیحت خلده
5 kundan keyin Umar maktabga ketdi. Na'am, ahsanti. Ozoda tarjimi iqroi hatta huna va tarjimi. Ozoda. افتح الميكروفون أزودة. أزودة هل تقرأين أم لا؟ فاتمة تودا مسلمنا. نعم. فاتمة تو شعرت بسوداء شديد أيضا. وارتفعت درجة حرارتها ذهبت مع والدها إلى طبيب القلب وفحصت فيها وصدرها نعم حتى هنا وقاست الضغط لم تكملي بعد أكملي حتى هنا وقاست الضغط قلبها سليم والحمد لله. ترجمي. فاطمة هم قد شمالش بلان شمالش شمال هذا. سكندي. يو بصداع شديد أيضا. فاطمة هم قد تقارخ سكندي. و ıssıklık derecesi kotarıldı. Zahabat ma validiha ila tabibatil kalb. Ve otası bilen miydi? Yürek şifakarı gibi vardı. Ve kalb yüreğine tekşirdi. Ve kok yüreğine tekşirdi. قاست الضغط دبلينياسنا وشادة دبلينياسنا وشادة ويريجي أنا كسؤال مكان الحمد لله نعم جملة واحدة تالية ترجمي دلناصر هناك ارتفاع في الضغط والسكري وحتى هنا وسبب ذلك زيادة الوزن Şende kan basımı ve anakas mide sahır nisi kan basımı ve sahır nisi kan miktarı kotarılıptı yani kotarıldı ve bunun sebebi vaznin aşşıdır. Cümle taliye müşteri. Talebet min khat tabibatu ترك الملح والسكريتي. شفاكار أنان توز وشن اللي يعني تعقل شن تعلب قلدة. جملة أخيرة زادة. زادة. زادة ماذا تفعلين؟ هل تقرأين أم؟ نقرأ نحن اقرأي دلنازة قد تسلس جملة أخيرة وتناول وتناول الخضروات والفواكه ونصحتها بالراحة 4 أيام وميمة وسبزوات لارنا إيسس Yeşne nasihat. İyi olsa zavatlarını yeşne nasihat kıldı. Ve Turkun dam alışını ham nasihat kıldı. Tamam. Cümle ula müşteri sahihi. İftah el mayk müşteri. Şa'ra Umar ve Fatimatu bisuda'in. Umar ve Fatime kesel yor. Bistup. Kattık ağrı kıskıldı. Sahih am hata. Sahih. Naam sahih. Cümle saniye azade.
اقرأي دلنازة. ذهب عمر إلى الطبيب يوم الأحد. هذه الجملة خطأ. عمر يكشن بكونة طبيب كبار ده. شفاكر كبار ده خطأ. شفاكر كبار. نعم نعم خطأ. جملة تالية. نصح الطبيب عمر بالراحة أربعة أيام. عمر. عمر بالراحة أربعة أيام. شفاكر عمر جيتور كون دام عطينا نصيحة خطأ. خطأ خمسة أيام. ما عمر قبيش كن دمش ناسي خطق ينكي. نعم خطأ. أزاد الجملة الرابعة. نصح الطبيب فاطمة بالراحة أربعة أيام. صحيح أم خطأ؟ صحيح. نعم صحيح. جملة تالية دلنازة. طلبت الطبيبة من فاطمة ترك الدراسة. أنا قاش فاكر فاطمة دا تطلع نترك لشلكنا سورة دا. هذه الجملة خطأ. نعم لم يطلب ترك الدراسة، لم يكن في هذا كلام في الحوار. نعم في الفقرة. جملة تالية مشتري. بعد خمسة أيام ذهبت فاطمة إلى مدرسة. خطأ. نعم لم يكن في هذا كلام في النص، لا يوجد هذا الكلام. خطأ. جملة تالية أزادة. سبب ارتفاع السكري زيادة الوزن. صحيح أم خطأ؟ صحيح. جيد. والجملة الثامنة. ذهب عمر إلى طبيب القلب. هذه الجملة خطأ. إلى أي طبيب ذهب عمر؟ أسنان، طبيب الأسنان. نعم إذن الجملة الثامنة أيضا خطأ. خطأ. التدريب الثالث. اقرأ المعلومات ثم اكتبها في الفراغات. إذن نقرأ المعلومات. معلومات نوما مستس. نعم منى هذه هي المعلومات. الطبيبة إذن طبيبة الأنف. موعد الخامسة مساء. كيتشك بيشتا وشكور شادية وقتا. الألم أورغ صداع وارتفاع في الحرارة. حرارة نيتشيكا بلدة وتزمن بو يبرم من كوزم يشكر من وتتقص. ونتيجة زكام شمالش. هذه هي النتائج معلومات. يعني نصحتها بالراحة وتناول الدواء حسب هذه. مستعينا بهذه المعلومات نكمل الفقرات. مثلا الفقرة الأولى حتى هنا. الفقرة الأولى أكملي أنت مشتري. ابدأي. زينب طالبة في المرحلة المتوسطة. في المرحلة المتوسطة تغيبت عن الدراسة. نترجم. زينب أورتا ما يتمزز متوسطة. أورتا مكتبة أقيدة طلبة تغيب عن الدراسة وذهبت إلى الطبيب الأنفي. ترجمة. درس لدن كتب. درس كيلا المدى. درس كيلا المدى و تشتغطر كي باردة. لديها موعد الساعة خامسة مساء. ترجمة. وصوت كتش كتش كبشتة. نعم
وبقي تشعر بألم، أيوه، صداع وارتفاع في وارتفاع في الحرارة درجة ال و او قد تغرق واستمر كنت على الشناخ سكولا درجة الحرارة 30 39 39 حرارة 39 جرادوس تنا حرارته 39 والنتيجة عندها زكام والنتيجة شمال ليش نصحتها الطبيبة بالراحة وتناول الدواء بي حرف جر الراحة وتناول الدواء أحسنت وتناول الدواء ترجمي تفكر ان يا دام لشنا ودور لا استمر لشنا نصحت خلد جيد الفقرة هناك فقط فقرتان اكتف أنقيك يا موسى الفقرة التالية أكملي أزودة طبيب القلب موعد السابعة صباحا ألم صداع وألم في الصدر حرارة 37 ارتفاع في الضغط والسكري نتيجة ترك والنصيحة ترك الملح والسكريات ابدأي وزودة لا أسمع صوتك أزودة أوزودة هل تقرأين أم لا؟ اقرأي دلنازة أكملي الانترنت لا يعشق منك مشكلة منك سعيد سعيد مدرس في المرحلة الابتدائية ابتدائية ما عم تنطر كده ابتدائية سيد كوليج ده مدرس باش لانغج كوليج باش ماس باشلانغش مكتب توختوشة باشلانغش مكتب توختوشة تغيب عن الدراسة درس تبول مادة وذهب إلى الطبيب القلب كل مادة تسيجم درس كل مادة ويوريك شفاكار جبارد لديه موعد الساعة السابعة صباحا وتنجي يتدى يعني هنا أنا شفاكار بالعشرة شوبار هو يشعر بألم صداع بلدن شندة بصداعين بلدن ألم دميمس يشعر بصداع ها هو يشعر بصداع ألم في صدري بصداع وألم في الصدر وألم في صدري شندة كوكراجي ده قطق أغرق نفس وكوكراجي ده قطق أغرق نفس قسقل ده درجة حرارة درجة حرارته 37 ونين قام باس منين درجة قام باس من باس تانا حرارة 37 جرادس والنتيجة لديه ارتفاع ماش ولدم ارتفاعي لديه ارتفاع في الضغط والسكري في الضغط والسكري نصحه الطبيب بترك الملح والسكريات بني نتيجة قان باسمين و أنا ماذا نتيجة اسمها دكتور خلاصة ستبو دكتور خلاصة قان باسمة وقان لي جابيتو شيء أش كان ولا دمو شنده قان باسمة وقان مقدار أش قان مقدار أش
va shifokor unga shirinliklarni, tuz va shirinliklarni tark qilishlikni nasihat qildi. Jayid. Hal daxolat ozoda am lam tadxul? Nam. Daxolat. Ozoda. اقرأ الفقرة ثم اكتب المعلومات في الجدول. هنا المعلومات يعني الفقرة كاملة، يجب علينا أن نأخذ نستنتج النتائج. المعلومات يعني عكس التدريب الثالث، واضح؟ نكتب النتائج هنا في المعلومة. عزادة ماذا تفعلين؟ لا أسمع صوتك. عزادة تليفوني زوجر بيقيم وزيز چخمي أبدا چقب تليفوني زوجر بيقيم قايت بكري. مشتري اقرأي الفقرة وترجمي. ذهب أحمد إلى مستشفى قبل ساعتين ليقابل طبيب صدري. الدخول الساعة الرابعة. نترجم. أحمد بر ساعة تانكين. بر ساعة أولدن. بر ساعة أولدن. شفاخانة كيكتة. بارده. شفاخانة كيبارده. وكوكراك قفاسة دكتور بلان وترش وشون. ماشي طبيب الصدر طبيب القلب دور سجن مسكري يا صدر ديمز وبت طبيب الصدر دور أمس شو كوكراك خفاس شفاك أبكى دي قالي لي أبكى دكتور بلان كورشش وشون كوريجي كرشون شفاخونا جا باردة برساعة ألدن جملة تالية موعد دخول الساعة الرابعة مساء وتشوى كتشكي صوت توردا يشعروا بألم في قلبه يرجى أغرق نقص خليبته عنده ارتفاع في درجة الحرارة وصلت إلى 38 unda tana harorati ko'tarilishi isitma bor. 38ga yetdi. Qobil Ahmadu tabiba va qala lahu al-qalbu salimun walhamdulillah va nasahahu tabibu bir riyadati. قال أحمد الطبيب وقال له أحمد أترشت أحمد شفاكر جي أترد وشفاكر جيت براي ساقلام الحمد لله ونجي دمالشنا نسخة نصحته الطبيب بالرياضة أنا قدامه ليش مس سبورتنا مسلخة بير نكتب النتائج الطبيب قولي سريعا مشتري أنا أكتب المعلومة الطبيب الصدر طبيب الصدر موعد الساعة الرابعة مساء الرابعة مساء وألم ارتفاع في درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة نكتب هكذا لا ألم في قلبه ألم في القلب نكتب هكذا ألم في القلب وارتفاع درجة الحرارة ألم في القلب وارتفاع درجة الحرارة ألم في القلب وارتفاع الدرجة وارتفاع درجة الحرارة
دقيقة حرارة جيد و الحرارة كم درجة الحرارة؟ 38 النتيجة؟ النتيجة القلب سليم. القلب سليم. يرعك سغلام. القلب سليم. نصحه ب بالرياضة. نعم الرياضة. واضح؟ نعم. دقيقة واحدة. الرياضة جيد. أوزودا هل تستطيعين القراءة؟ أوزودا اقرأي الفقرة التالية تاد النازل. ذهبت كوثر إلى طبيبة الأذن. كوثر اسمها أستاذ بطة كوثر كوثر أيال كشن اسميك قلق شفاكارجة باردة لديها موعد قبل صلاة المغرب يعني شفاكار بلا أجل شوى اختن نماز دن ألدن تشعر كوثر بصداع كوثر يعني قطق أغرق نفس قلدة يوق أنا فا بريست بتديز مستس بريستوب نقص خلده اي بريستوب ده قاست الطبيبة درجات الحرارة تب يعني شش فاكر يعني ش تنا حرارة نقول كده الحرارة مرتفعة وصلت بلا ده مستس وصلت 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 إلى 39 يعني ش تنا حرارة 39 درجة كوتارلجان هناك ألم في الأذن قلق ده أغرق بار قلق ده أغرق بار نصحتها طبيبة بالراحة طبيب انجح دام علش لكنا نصيحات قلدة نعم نكتب المعلومات الطبيبة الأذن الطبيب الطبيبة الطبيبة الأذن نعم طبيبة الأذن نكتب الأذن الموعد قبل صلاة المغرب صحيح ألم في الأذن دي ما مستس قلق دي أرد في الأذن نعم الحرارة الحرارة 39 هنا 39 ها بل 39 نتيجة نتيجة ألم في الأذنك قلق أغرقك بنجيب شو بورا ده ألم في الأذن هناك ألم في الأذن أنا قبو جان شو نقب دب إتكان دي دختر بو مثلا شمولاش بو فلان بو بستان دب إتكان جابن إتوات هناك دب بروات بشان يعني شو نقب كسالي دب إتوات ألم في الأذن قلاق آره ده بو یارو دیم زو بابر بزن نامه او باش کج نصحت ها بی راحتی ترجمی دوالش لکنه نصیحت کل ده نام
na soha ustoz ana famu biz biz ana na soha fe'lun nadi ha ha uni o'zi fe'li ha bo'ldi 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 adashib ketdim mundo ana mudoriyaga التدريب الخامس يكون واجب البيت. قرأنا الفقرات وأكملنا بالكلمات المناسبة. أكملنا الأماكن الفارغة بالكلمات المناسبة. بعد ذلك أجبنا للأسئلة في التدريب السادس. ألتن كان قد يسأل جواب ريلا. وتدريبات للكتابة كلها واجب البيت. نعم. التدريب الرابع صل بين كل كلمتين لتصبحا تعبيرا. صلنا بين قائمة ألف بين الكلمات في قائمة ألف وبين الكلمات في قائمة باء لتصبح تعبيرا تركيبا. سوز بريك ما حصل بولادة يوزسل. التدريب الخامس رتب الكلمات لتصبح جملة. هنا في هذه الجمل الكلمات غير مرتبة، يجب عليكن أن ترتبنا. نعم نعم نعم. التدريب السادس املأ الفراغ مما بين القوسين. اخترنا كلمة مناسبة من بين كلمتين بين القوسين. قوس يجدبر لين كتسوز دا مناسب نغلب وشوي تلدرسل. التدريب السابع اكتب ما يملأ عليك. ديكتانت كم درجتي لا عرب تلدق جاب diktant diktovat chiqib tursin o'shani yozinglar keyin tekshiriladi nima buni rangi nima mavzuda ustoz la farqi vazifa al imla diktant yozsanglar bo'ldi at tadrib as samin och tushib qolibdi bu stranitsa shunaqa qolibdi da alamata xato ala al kalimati allati kutibat xatoan summa ktubha sahihatan. Xato yozilgan so'zni oldiga x qo'yasiz, keyin to'g'rilab savob degan joyga yozib qo'yasiz. At-tadribu tasi'a uktub isma shay'i allazi satatrukuhu kama fil misal. Nimani tark qilmoqchi bo'lsangiz, misoldagidek o'sha narsani ismini yozar ekansiz. Masalan, uridu tarkal milh musta'inan bis suwar. Uridu tarkal نعم بقول ما تخم عاد مكان تركل تركل بايب بايب أريد ترك بالغ ترك بومي ديو إيه ما أنا زامس إيش قلب وش الرسم دي جنيه هذا سلدي التدريب العاشر مع يرأس بالوني عشقنا مندي اكتب في كل فراغ الكلمة التي بين القوسين. شعر عمر بي صداع هكذا نكتب نكمل الجمل بالكلمة بين القوسين. التدريب الحادي عشر اكتب الأرقام كما في المثال. الدواء المثال الأول الدواء 80 ريالا. الدواء بي بلان نكتب بحرف جر بي بثمانين ريالا. هذه 80 ريالا. حرف بلايزر كم مستوى؟ أولا بالحرف بعد ذلك أولا مجرور بعد ذلك مرفوع بالواو مجرور بالياء مرفوع بالواو برنش سدى يا بلا مجرور قلسس كين واو بلا مرفوع التدريب الثاني عشر انسخ الجملتين التاليتين ماشي كتاج أبك وشرب يوزبير كنسلة. بعد ذلك في الدرس القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله نبدأ الوحدة السادسة عشرة العطلة تعتل مفزو سنة وشليمز إن شاء الله. إن شاء الله. هل هناك أسئلة؟ لا أستاذ كينج درس مزقة جاوة تامس سيشان بكنا نتشيك كيلش كاني دي كوزة شام بكنا أنا خا نتشيك yetti yarimmidi ustoz kechki payt yo'q payt iftor bo'ladi-yu undan vaqtga ko'chirmoqmidik aytgan seshanbani bekor qiluvdingiz chorshanbaga o'tkazuvdingiz ustoz ha chorshanba o'shani yozib yuboring guruhga chorshanba kuni man darsim 3:30 da tugaydi keyin darsda bo'laman u peshinni o'qib qo'ygandan keyin
sinov vaqti bilan 16:00 da bo'ladi. Tushundingizmi? Ha. Chorshanba 16:00 da anaqa yozib qo'ying shu guruhga. Agar kechroq anaqa qilsanglar nahv bu kelishinglarda birortalar so'ranglar hamma qolganlaringizni nechida vaqti bo'ladi. So'rab o'sha bitta vaqtda guruhda muhokama qilib kelishib etsanglar o'sha paytda qilamiz inshaalloh. Ha. Fa'manillah masalama. Bilqoima salomat.